مرحبا بالجميع في قناتي قناة جيجا بيوتي. في هذا الفيديو راح أشارك معكم اختبار الفصل الأول للغة الفرنسية للسنة الثالثة ابتدائي. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والضغط على لايك. هيا بنا سنبدأ بأول تمرين. Compte les lettres, recopie les mots. معناه احسب عدد الحروف، كونت لي لاتر احسب عدد الحروف، ريكوبي لي مو اي اعادة كتابة الكلمات في هذه النقاط. لدينا ثلاث كلمات، الكلمة الاولى فيل، هنا اعطى لنا مثال ايكول مدرسة، 5 لاتر خمسة حروف لنحسب معا 1 2 3 4 5، اذا خمسة حروف. أما ثلاث كلمات فنبدأ الآن بالحساب. فيل، فيل أي مدينة، سنحسب عدد الحروف 1 2 3 4 5 ونكتب العدد خمسة، خمسة حروف. سأقوم بتكبير العدد، إذن فيل فيه خمسة حروف. ننتقل إلى ثاني كلمة بالون، بالون أي كرة، سنحسب عدد الحروف 1 2 3 4 5 6 ونكتب العدد 6، إذا الإجابة هو 6. ثالث كلمة فارين، فارين نحسب الحروف 1 2 3 4 5 6 حروف ونكتب العدد 6. ثم نقوم بإعادة كتابة فيل بالون فارين في النقاط الموجودة هنا. تمرين سهل جدا، يجب فقط التركيز على حساب عدد الحروف. ننتقل إلى التمرين الثاني. Écris des mots en commençant par les syllabes en orange. إذن سنكتب des mots أي كلمات en commençant نبدأ بي سيلاب اون اورانج، نبدا بلا سيلاب هي حرفين او ثلاثه احرف. عندما يكون لدينا حرف واحد مثل ال ا ام نقول لتر، عندما يكون لدينا حرفين او ثلاثه او اكثر نقول سيلاب. اذا طلب منا ان نكون كلمات بهذه الحروف بهذه السيلاب، ونبدا بالملونه ب البرتقالي مثل هنا لا نو با، نبدأ ببا أصبح بالين، بالين دلفين. هنا لا سا دو، لا سا دو، سنبدأ بسا. سأقوم بتغيير هنا إلى 16، نبدأ بسا ثم إما لا أو دو. إذا بدأنا بدو ستصبح سا دو لا، وهذا غير صحيح. إذن الأصح هو سلاد، سلاد أي سلطة. ننتقل إلى الكلمة الثالثة دي درو فون، نبدأ بفون كما طلب منا فون، ثم ننتقل يا إما لدي أو درو. إذا بدأنا بدرو يصبح فاندردي أي يوم الجمعة، أما إذا بدأنا بدي سيصبح فاندي درو وهذا خطأ. إذا فاندردي يوم الجمعة. رابع كلمة ميسونو، نبدأ ب سو الذي باللون البرتقالي، سو، ثم ننتقل إلى إما مي أو نو، سو مي نو، سو نو مي، ماذا سنختار؟ سو ما نو، سمين، سمين
Semaine, أي أسبوع. Semaine, أي أسبوع. سنقرأ الكلمات التي وجدنا. Baleine, salade, vendredi, وأخيرا semaine. Semaine. ننتقل إلى التمرين الثالث. Sépare les mots en syllabes recopilées. Sépare et نقوم بتقسيم الكلمات المعطات لنا en syllabes. قلت la syllabe إما اثنين أو ثلاث حروف. Recopilé أي إعادة كتابتهم. أعطى لنا مثال domino. Domino الذي في الصورة. Domino مقسم إلى do, mi و no. وأعاد كتابته هنا. هنا قمت بالتقسيم مباشرة قبل الفيديو لأتمكن من الشرح ولكي لا يطول عليكم الفيديو. فغ مي فغ مي. لا نقوم بتقسيم فو وغمي وحده. دائما بين لا كونسون لا كونسون نقسم إلى اثنان. فغ مي. ونعيد كتابة كلمة فورمي هنا. فورمي معناه نملة. نكتب فورمي فورمي. ننتقل إلى ثالث كلمة دروماديغ. دروماديغ. نعيد كتابة دروماديغ هو في الصورة درو ما دير. سأقوم بالتكبير لتروه جيدا. سننزع هذه النقاط الزائدة. هنا أيضا أنزع جميع النقاط الزائدة. دروماديغ حتى هذه النقاط. ننتقل إلى الكلمة الأخرى وهي enfant. طفل. enfant. سنقوم بكتابة كلمة enfant. enfant. إذن تمرين سهل جدا. هذا يعطى كثيرا في الاختبارات. يقومون بإعطاء كلمات ويقومون بتقسيمها. يجب التقسيم الجيد وعدم الخطأ. نعيد. Domino. Fourmi. Dromadaire. Enfant. ننتقل إلى تمرين آخر. تمرين رابع. Utilise أي استعمل toutes les lettres. جميع الحروف pour écrire le mot correspondant au dessin. سنستعمل جميع الحروف لكتابة الكلمة المناسبة لكل رسمة. لدينا أربع رسومات. سنحاول إيجاد الكلمة الصحيحة. هنا مكتوب لو سي لو وعندما رتبناه أصبح لو سولي أي الشمس. هنا أيضا سنحاول الترتيب لنجد الكلمة الصحيحة. ننظر جيدا. لدينا A, C, E, U, A, T, H. والكلمة هي نكتب C, H. والA شابو. عندما أكبر سترون الكلمة T, E, A, U ويصبح شاتو أي قصر. الكلمة الصحيحة هي شاتو. يجب التركيز على الصورة لإيجاد الكلمة الصحيحة. هنا بغاغ. بغاغ عند كتابة الكلمة ستصبح شجرة أي أغبغ. سأقوم بتكبير الكلمة التي وجدنا. إذن أغبغ. ننتقل إلى آخر كلمة التي سوف نكتبها وهي لوغ فو. لوغ فو.
نعلم جميعا أن هذه وردة نكتب بك نقوم بكتابة فلور فلور F الذي في الأخير L F L ثم E U وفي الأخير R إذن كل الحروف استعملناها لإيجاد الكلمة التي تناسبنا سنقرأ الكلمات التي وجدنا Le soleil, un château, قصر, l'arbre, شجرة, une fleur, وردة. وصلنا إلى سادس تمرين أو خامس تمرين Observe les dessins, لاحظ الصور, puis complète les noms par ثم أكمل الكلمات par un, une, des un, une, des للتذكير un للمفرد المذكر une للمفرد المؤنث دي للجمع إما مذكر أو مؤنث pompier pompier arbre camion échelle feu نبدأ ببومبيي الذي هو رجل إطفاء هو مذكر إذا نكتب un pompier نزع نقاط زائدة ننتقل إلى arbre ونقول هنا يوجد S إذن هو في الجمع ونكتب D des arbres أشجار camion لا يوجد S في الأخير إذن camion هو مذكر نكتب un camion échelle هو مؤنث ونكتب une échelle وفو مذكر نكتب un feu أي النار إشال هو السلم كاميون شاحنة إذن un pompier, des arbres, un camion, une échelle, un feu انتهينا من تمرين رقم 5 ننتقل إلى تمرين رقم 6 classe les mots en orange dans le tableau. الكلمات الملونة باللون البرتقالي نضعها في الجدول. ماذا يوجد في الجدول؟ Je vois O, je vois E A U, je vois A U. إذن في الكلمة إذا رأيت O أكتبها هنا، إذا رأيت E A U نكتبها في هذه الخانة، أما A U ففي هذه الجهة. للتذكير هذا يقرأ O, O و O نفس الصوت نقرأ النص Ce matin هذا الصباح Je tire le rideau J'ouvre les volets Et je vois qu'il a neigé يعني يوجد ثلج Il fait beau Mais il ne fait pas chaud الجو جميل ولكن ليس بدافئ Il fait juste 0 degré. إذن صفر درجة. Je mets mon manteau. البس معطفي. Un bonnet. Et je saute dans la neige. وأقفز في الثلج. الكلمات هي rideau, volet, beau, chaud, zéro, manteau, bonnet, saute. إذن الكلمات التي أرى فيها O هي volé أيضا zéro و bonnet نكتبها هنا نبدأ ب volé سأقوم بالتكبير أولا سأنزع هذه النقاط لتسهيل الكتابة بعدها سأكتب الكلمات أول كلمة كما قلنا سأكبر هنا الكتابة فولي بعدها زيرو
وفي الأخير بوني. في الأخير بوني. إذن هذه هي الثلاث كلمات التي تكتب ب أو. أما كلمات التي تكتب ب أ أ سنكتبها في هذا الجدول. الكلمة الأولى هي غيدو. نقوم بتكبير الكلمة. ثاني كلمة هي بو. بو ها هي. قمت بكتابة الكلمات ورجعت إليكم لنسرع القليل في الفيديو. ثالث كلمة هي مونتو مع أ أ أ. أما الكلمات التي فيها أ أ أو لدينا شو وصوت. إذن لدينا سبع كلمات ككل. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والضغط على لايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتابعوا فيديوهاتي الأخرى عن تعلم اللغة الفرنسية وفيديوهات أخرى كثيرة. ادخلوا القناة لتشاهدوا كل الفيديوهات التي عملت منذ بداية قناتي. نلتقي في فيديو لاحق.